مساء الخير. تظاهرات على الحدود بين إسرائيل وغزة، وإسرائيل تطلق الرصاصة وتقتل فلسطينيين وتصيب ما لا يقل عن 80 آخرين. ماكرون يحث بوتين على استخدام نفوذه لإنهاء الصراع في سوريا واستئناف المفاوضات من أجل انتقال سياسي. مسؤولون من الأمم المتحدة يؤكدون أن المنظمة الدولية تكثف عمليات تفتيش السفن التي تصل إلى اليمن لضمان عدم تهريب أسلحة للحوثيين. مخاوف من حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن جدد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين.